أعزائي طلاب الفرقة الرابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد من خلال منصة الفيديو والأونلاين كورسز. برحب بكم في بداية الفصل الدراسي الجديد والعام الدراسي الجديد، وبتمنى لكم إن شاء الله فصل دراسي موفق وعام دراسي كامل موفق. يعني يمكن السنة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت كان المفروض إن احنا عندنا الأورام وأهمية الأورام. كنت أتمنى إن يكون في لقاء مباشر بيكم لتوضيح بعض النقاط المهمة جدا جدا واللي كانت هتكون مثرية ومفيدة لكم فعلا يعني، لكن هي الظروف اللي جت كده. وعموما بعض المحاضرات والبي دي اف اللي انا بعت لكم اتمنى ان يكون افدكم بدرجة الى حد ما يعني. الترم ده هتكلم معاكم انا و زمايلي الأفاضل عن سيستمز وعن أمراض، وأنا والدكتور مصطفى هنتناول تدريس الفيرال ديزيزز. محدش ينكر أهمية الفيرال ديزيزز وخطورتها على الإنسان وعلى الحيوان وعلى المجتمع ككل يعني. احنا عايشين قصة الكورونا بالتفاصيل بتاعتها وازاي ان هي لها اثار سلبية اجتماعية خطيرة جدا على العالم كله، مش على بلدنا بس. عموما انا مخصص لكم محاضرة ان شاء الله كاملة عن مرض الكورونا واهمية هذا المرض وازاي بيحدث ايه هي الليجنز اللي ممكن تكون مصاحبة لهذا المرض، ومعلومات كتيرة جدا هنستفيد بيها ان شاء الله في حينها يعني. انا هتكلم معاكم في المحاضرة الاولى بإذن الله، في اول محاضرة لينا هنبدأ نتكلم على طول عن diseases caused by هيربيفيريدي جروب، ودي بتشمل مجموعة من الأمراض. هنبدأ كده بالتدريج بالحاجات البسيطة ولو أنها ما تعتبرش بسيطة الحقيقة يعني، لكن أول حاجة اللي هو الهيربس فيروس الفاريسيل أو الزوستر أو بنسميه الفاريسيلا أو بنسميه التشيكن بوكس، وده مرض بيصيب الأطفال في عمر الطفولة وبيتميز ب بابيولو فاسكولار راشز in different parts of the body. بتظهر هذه الراشز أو البلاكس اللي ممكن تكون لونها جريش ريد في الكالر، وممكن تبقى على أي فيزيكلز، تبقى منتشرة في أماكن مختلفة من الجسم ولها آثار سلبية على الأطفال أو في عمر الطفولة عموما، لكن هي لها سيلف ريميدي كمان إلا في بعض الحالات النادرة اللي بتحتاج التدخل العلاجي أو التدخل الطبي. هذه الفاريسيلا خطورتها إنها بتروح يحصل الانفكشن في عمر الطفولة وتعمل الليجنز بتاعتها، سواء كانت ليجنز بسيطة أو ليجنز إلى حد ما يعني ظاهرة، وبعدين الفيروس يروح يعمل لوكاليزيشن في الجانجليا اللي هي الكرينيال نيرف جانجليا او السباينال كورد جانجليا، ويظل ليتنت في هذا المكان الى فترات زمنية متراوحة ومتباينة، ثم يبدأ يظهر مرة اخرى حينما تقل مناعة الجسم نسبيا وفي عمر كبير يعني يتعدى عمر الطفولة بكتير يعني،
في 30 سنة و40 سنة و50 سنة و60 سنة في الأعمار المتباينة بعد كده يبدأ يظهر على حاجة بنسميها الزوستر أو الشنجل. والشنجل ده represent activation of the latent varicella infection with vesicular stomatitis and severe pain and hyperesthesia. بنسميه الحزام الناري، بنسمي الشنجل الحزام الناري لأنه بيعمل راشز، سكين راشز على شكل سيركل أو على شكل واخدة حيز من الجسم في أماكن مختلفة، وبتبقى هايلي بينفول وبتاخد وقت في العلاج، وحتى ممكن يأثر على النظر على العين، وممكن يأثر على الجهاز العصبي في الجسم، وده اللي بنسميه الحزام الناري أو بنسميه الشنجل، وإن كان في معظم الأحيان بيتعالج أو بيخف يعني. بعد كده بننتقل للنوع الثاني اللي هو الهيربس كانز انفكشن. هيربس كانز انفكشن ده يظهر في البابز الصغيرة في عمر الثلاث أسابيع الأولانيين، وهو فيتال فيرال انفكشن اوف نيونيتال بابز. الانفكشن اوكير ان يوترو اور ديورنج بيرث، على طول بعد الولادة أو في أثناء الحمل، ويتميز ماكروسكوبيكالي بالعين المجردة بأنه في هيموريجس، في نيكروزس موجودة في الليفر وفي الكيدني وفي اللنج وفي الاستمك وفي الانتستين، يعني وايد سبريد هيموريجس اند نيكروزس ان ديفرنت اورجانز اوف ذا بودي اوف ذا نيونيتال بابز اور كاناين سبيشيز، ودي فيتال يعني بهذا الشكل بيكون لها الفيتاليتي او لها dangerous effect على life of the infected animal. تحت الميكروسكوب بنشوف focal necrosis and intranuclear inclusion bodies in many organs أو in most organs. ال central nervous system بنشوف فيه non-suppurative encephalomyelitis. ده اللي هو ال herb scans. ونلاحظ معلومة مهمة جدا انه في البابز الصغيرة او في الاعمار الصغيرة الليجنز بتبقى على هيئة هيموريج ونكروزس وعلى هيئة انترانيوكولار انكلوجن بادز زي ما هنشوف في الامراض اللي جاية. المرض الثالث اللي هو انفكشس بوفاين رينو تراكيتس. انفكشس بوفاين رينو تراكيتس الاي بي ار بنسميه اي بي ار، بنطلق عليه باستيولار فولفوجينيتس او بنطلق عليه كويتال اكزانسيما او نطلق عليه الفيزيكولار فينيريال ديزيز او الفيزيكولار فوجينيتس او الكويتال فيزيكولار فوجينيتس او الكويتال فيزيكولار اكزانسيما. وده اكيوت انفكشوس ديزيز اوف كاتل كوزد باي هيربس تايب 1 بنسميه بوفاين هيربس تايب 1 افكتنج ذا ديزيز كوزد باي pantrobic DNA virus belonging to the herbivoridae اللي هو bovine herpes virus viral 1. The disease occur in cattle which show all forms of the disease. بعد كده بنشوف root of infection لهذا المرض. root of infection IBR is transmitted by direct contact with infected animal, particularly in overcrowded and bad ventilated area. Infection occurs through inhalation of infected droplets through nasal mucous membranes. Infection may occur through conjunctiva, through coitus, and artificial insemination. The roots type, the pathogenesis of the virus. The virus has affinity for multiplication in various tissue including respiratory system, eye, reproductive system, and the nervous system. In the respiratory form, the virus gets entry through nasal mucosa or nasal mucous membrane and initially multiply in the upper respiratory tract, result in rhinitis, bronchitis, and even pneumonia. In young animals, the inflammatory leukocytes
carry the virus from the initial focus of infection to various organs and the lymph node. The virus reach the conjunctiva through direct contact or secondary to wiring. In case of genital infection, the virus entry occurs through coitus or artificial insemination. Then the virus enters the mucosa of the genital tract, resulting in vulvovaginitis or balanoposites. Incubation period of the virus is 4 to 6 days. Forms of the disease. The disease occurs in four distinct clinical forms. Number one, respiratory form. It is highly infectious, particularly in young cattle. Highly infectious disease in young cattle. Conjunctivitis often accompanying the respiratory form or occur independently. Signs with a heather form, fever, anorexia, neither discharge, which may become mucopurulent or may tingle with blood, besides severe hyperemia of the nether mucosa and some of the red nose disease. Severe respiratory dyspnea, explosive cough due to obstructive bronchitis and bronchopneumonia is noticed. Diarrhea and conjunctivitis may be seen, sure. Macroscopically, the gross lesions are usually limited to the nether passage, paranether sinus, trachea, and bronchi mainly. The mucous membrane of the upper respiratory system, including the nether passage, sinus, trachea, and bronchi, are congested, edematous, and covered by mucopurulent exudate. مع ملاحظة ان دايما الميوكوبيورولانت ريأكشن او الميوكوبيورولانت اكزوديشن ما هيش كاركتر للفيروس itself, but it's usually due to secondary bacterial infection. The edematous wall of the trachea and the bronchi lead to stenosis and respiratory distresses or distress, bronchopneumonia, asphyxia, and this. BTKL hemorrhages are commonly found in the frontal sinus, larynx, and trachea. دي صورة بتبين ازاي انه الحيوان عنده ال exploration وعنده ال expulsive coughing وعنده ال nasal والoral discharge. ودي صورة بتبين ال herpes encephalitis وازاي انه بيعمل بريفاسكولار كافينج, بيعمل ماليشيا, بيعمل هيموريج وكاركترستيك انترا ايزينوفيليك اور بيزوفيليك انترا نيوكليار انكلوجن بادز. الميكروسكوبيك بيكتشر لهذا المرض. دابر ريسبيراتوري تراكت شو ديجنراتيف تشينجز اند نكروزس وستراتيفايد سكويماس اند سيدو ستراتيفايد كولومار ابيثيليال لايننج which infiltrated with lymphocytes and the neutrophil, not neutrophil alone. The ulcerated mucosa covered with fibrin threads, xenophilic intranuclear inclusion bodies are seen in the remaining cell covering the upper respiratory tract. The submucosa showed congested blood vessels and infiltration of leukocytes, mainly lymphocytes and neutrophil. The lungs showed necrosis and squamation of the epithelial lining of the bronchi and the bronchiole, which fill their passages, وبالتالي بتعمل obstructive pneumonia. Bronchopneumonia resulting from secondary bacterial infection may be seen particularly in fatal cases. الفورم الثاني من هذا المرض هو neonatal form. Highly acute fetal disease seen in neonatal calves characterized by generalized, زي ما قلت قبل كده, generalized necrotic fasci without respiratory signs. During the outbreak of IBR, the infection of very young calf become generalized. Lesions في هذه الحالة هي عبارة عن necrotic fasci in the respiratory epithelium, mucosa of the oral cavity, esophagus for stomach, liver, kidney, spleen, and lymph node, which represented microscopically by focal area of coagulative necrosis and the infiltration with round the cells beside intranuclear eosinophilic inclusion bodies.
الفورم الثالث جينيتال فورم اللي بنسميه باستيرال فالف وفاجينايتس او كويتال اكزانسما او فيزيكولار فيدوريال ديزيز او فيزيكولار فاجينايتس او كويتال فيزيكولار فاجينايتس او كويتال فيزيكولار اكزانسما. The genital and respiratory form are rarely found in the same heart at the same time. Lesions. The lesions appear suddenly after 24 to 72 hours from coitus. The mucosa of the female vulva showed red punctated fossae, which later form vesicles and the pustule. The pustules coalesce with each other and form yellowish membrane, which is soon detached, leaving the ulcer. Male showed similar lesion in the previous and penis, which usually recover completely within 2 weeks. Microscopically, the lesion consisted of fossae of necrosis of the mucosal epithelium, infiltrated with inflammatory reaction. Moreover, intranuclear inclusion bodies are seen in the epithelial cells. الابورت فورم اللي هو رقم 4. IBR is an important cause of abortion in cattle. This occurs 2 weeks to 2 months after the respiratory form or after vaccination. Abortion for about 60% of pregnant cow may occur at any time of pregnancy, particularly between 4.5 to 6.5 months. The dam usually show no clinical signs, fish respiratory signs. Aborted fetus showed characteristic feature, showed advanced ethylosis, and it dies 24 to 36 hours before abortion. وبالتالي بيحدث هذا الإثوليسيس. The aborted fetus showed diffuse hemorrhage and coagulative necrosis in liver, spleen, kidney, and lymph node. Moreover, intranuclear inclusion bodies are seen in previous organs, but may be difficult to demonstrate due to autolysis. There is also necrotic placentitis. Other manifestations of IBR: the virus may induce mastitis experimentally with intranuclear inclusion bodies. Moreover, conjunctivitis with or without respiratory form may be observed. Encephalitis in calf have been reported and characterized by neuronal necrosis and intranuclear inclusion bodies and perivascular lymphocytic coughing. لأن هذا الفيروس بيعمل lytic effect وبيعمل destruction للinfected cells، فبدأ يبقى في تفكير في استخدام هذا الفيروس في إن هو يتعامل يتعادي بي التيومر سيلز او تتحقن بي التيومر سيلز فيعمل لايسيس للتيومر سيلز، وبالتالي يبقى احد خطوط العلاج اللي ممكن تستخدم فوكالي على التيومر سيلز نفسها دون ان تؤثر على بقية خلايا الجسم، وان كان هذا تحت الدراسة. بوفاين هيربس تايب 1 is a novel oncolytic virus، يعني هو عبارة عن فيروس يستخدم حديثا في انه يقتل الخلايا السرطانية، وان كان هذا مازال تحت الابحاث والتجارب. هنتكلم بعد كده عن diseases caused by beta herpes virus in contrast to the alpha herpes virus. Beta herpes virus have restricted host range. The beta herpes virus characterized by either ability to form extremely large cell with intranuclear inclusion bodies اللي احنا بنسميها cytomegaly virus. This virus can establish latent infection in secretory glands and the cells of reticular endothelial system and the kidney. وهناخد من هذه البيتا هيربس فيريدي بعد cytomegalic inclusion disease. وده cytomegalic inclusion disease are group of disease infect human, guinea pig, swine and mice, rat and monkey. The disease may be
localized in the duct system with the salivary gland, or generalized in the newborn or immune suppressed patient, and characterized with necrosis and inclusion bodies in various organs. وده واحد من الابورتيف ديزيزز في الهيومن بينج، واحد من الفيروسات اللي بتعمل ابورشن في البريجننت وومن. بعد كده هتكلم عن الاكواين راينو نومونايتس. الاكواين راينو نومونايتس هو بنسميه اكواين فيرال ابورشن كوزد باي انفكشن ويز اكواين هيربس فيروس تايب 1. ده عبارة عن equine herpes type 1، وده طبعا ما هوش من البيتا، لا ده تبع الالفا جروب، الالفا جروب فيروس ما هوش بيتا herpes virus، which cause هذا الفيروس يؤدي الى احداث rhinopneumonitis وليس rhinotracheitis كما هو في حال الكتل، وبيؤدي الى احداث abortion neonatal mortality neonatal mortality and occasionally encephalomyelitis in horse and donkey. The classification بتاعه according to OIE list B disease susceptible species هو ال horses و ال donkeys. The distribution ال equine herpes 1 occur worldwide in all countries with significant horse industry. في كل مكان يمكن من العالم موجود هذا المرض. Equine rhinopneumonitis is quite common in Australia and New Zealand. Although abortions are less commonly seen in this area, it has never been recorded in Vanuatu. In Vanuatu, the منطقة في South Pacific Ocean، عبارة عن island في South Pacific Ocean، لم يسجل فيه. الكلينيكال ساينس للإكوين فيرال رينونومونايتس أو الإكوين فيرال أبورشن. أبورشن أند رينونومونايتس appear to be caused by slightly different strains. يعني الأبورت فورم بتاعه والريسبيراتوري فورم يحدثوا نتيجة different strains. The رينونومونايتس form of إكوين هيربس فيرال 1 is usually seen as an outbreak of the respiratory disease called in young horses during autumn and winter. Affected horse طبعا يعمل respiratory signs في الحرص الصغيرة في أوقات معينة. طيب affected horse showed sudden fever lasted for 7 days, intermittent serous nasal discharge, congestion of the nether mucosa and the conjunctiva. Inhabitants, cough, slight enlargement of the sub-axillary lymph node, occasionally edema of the head, sometimes constipation followed by diarrhea. Recovery usually occurs within a week. Occasionally, the nether discharge becomes mucopurulent and continued for 1 to 3 weeks, accompanied by cough. Adult horses seldom show clinical signs, although they may undergo subclinical infection. إذا هذا المرض يصيب دائما الهورس الصغيرة في young age، عمر كبير seldom أو نادرا ما تظهر عليه أعراض رغم أنه هو قد يكون مصاب بالمرض. Abortion الأبورت فورم caused by يبقى في respiratory form اللي احنا تكلمنا عنه في دلوقتي، ثم الأبورت فورم. Abortion occur by equine herpes 1 usually occur in the last 4 months of pregnancy or of gestation, but may occur at an early age, 4 months of pregnancy. Infection usually occur 1 to 4 months prior to abortion. Infection دائما من 1 to 4 months prior to abortion, and the infected mare show no signs of respiratory or other illness. There are usually no complications after abortion. The fetus is exhibited dead with the fetal membrane intact. Occasionally, when mare are infected late in gestation, infected foals are either stillborn, يعني يتولد حي, or die shortly within a few days of birth, أو يموت في خلال
أيام سريعا. The conception rate of mare 30 days after abortion is high. Abortion occur most commonly in mare during their first pregnancy. يعني اللي بيحصل عندهم abortion هي المير في first pregnancy, لكن بعد كده نادرا ما يحدث abortion. Having once aborted, mare usually breed normally. بعد كده يحصل breeding normal in subsequent year and only rarely aborted again. يبقى هو بيحدث غالبا مرة واحدة في العمر الصغير أو في أول حمل للمير. Sometime horse develop neurologic disease with incoordination, loss of bladder and tail function, loss of sensation of perineal and inguinal region. ربما تحدث من هذا المرض بعض الأعراض العصبية زي ما احنا حتى شفنا قبل كده في الـ infectious في الـ IBR infectious rhinonomites. ايه هي الـ postmortem finding لل infectious equine rhinonomonitis? In case of infectious of rhinonomonitis, there is inflammation of the upper respiratory tract, an initial leukopenia that is replaced by leukocytosis. يحدث ليكوبينيا ثم يحدث leukocytosis كما هو الحال في مرض الكورونا. يحدث pulmonary edema وهذا برضه, and fibrinous infiltration in the interstitial tissue, the character of viral disease in general وكاركتر حتى للكورونا. fetuses aborted before 6 months showed fetus اللي بيحصل له abortion قبل 6 شهور before 6 months showed widespread necrosis with intranuclear and collagen bodies, especially in the liver and lung. لما يحدث الابورشن قبل 6 شهور من الحمل, نهاية الحمل. Zeus aborted after 6 months, لو كان عدى على الحمل 6 شهور في الليت يعني في الايرلي بريجنانسي, يظهر widespread necrosis especially في liver of lung وانترانيكولار كوليسبوز. لو كان في الليت بريجنانسي بيحدث الاتي: جاندس, بتكيه of the mucous membrane, enlargement of the spleen, ده بنشوفه في الابورتد فيتس طبعا, white creamy color necrotic fossae in the liver, accumulation of the of fluid in pleural cavity. طيب لو ما حصلش abortion of stillbirth, in stillbirth falls or Zeus dying soon after birth, the main gross lesions are enlarged plum to purple. Plum to purple colored lung. Lung بتبقى congested وبتبقى plum اللي هي purple in color. Plum to purple colored lung that are edematous and only partially aerated. There is fluid and frozen material in the bronchi, and there is subepicardial and subendocardial hemorrhages. ده اللي هو البوستمورتم فايندينج في الفترات المختلفة من الابورشن أو بعد الابورشن. طب إيه هو الديفرنشال دياجنوزيس اللي ممكن يتدخل مع هذا المرض؟ Other infections. Other infection causes of abortion in horse include مجموعة من الأمراض الأخرى اللي تعمل abortion غير infectious equine rhinomyelitis زي equine influenza وزي streptobiogene equi وزي contagious equine meningitis وزي brucella abortus وزي leptospirosis وزي coital exanthema وزي coital exanthema في الإكواين الكويتال إكزنسما اللي في البوفاينز أو الإكواين فيرال أرترايتس أو يحصل الأبورشن نتيجة فانجل إنفكشن ده الميوكور أو الأسبرغولوس. دي كلها أسباب تؤدي في الإكواينز إلى الأبورشن.
specimens required for diagnosis. Diagnosis of quine herpes abortion is made by isolation of the virus from the fetal tissue, fetal tissues. Histological demonstration of typical intranuclear inclusion bodies or antigen demonstration by immunohistochemistry. Fresh and preserved sample of the tissue, خاصة بناخد fresh preserved sample من lung, liver, spleen and the kidney should be collected. لابد ان يكون fresh بيحصل لها preservation صح في الفورمالين عشان نقدر نوصل للتشخيص الدقيق للمرض ونقدر نشوف ال intranuclear inclusion bodies اللي هي بتكون صعب رؤيتها في حالة الاي بي ار لانه في rapid autolysis او في autolytic change بتحدث في الفيتس قبل الابورشن. For serology, blood samples should be taken from the infected or affected man. بكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة وان شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة على خير.